الرحمن الرحيم. اليوم المحاضرة 25 من سلسلة محاضرات مساق تاريخ فلسطين الحديث والمعاصر. سنتحدث عن سياسة الاحتلال البريطاني في فلسطين في الأربعينات من القرن العشرين. سياسة الاحتلال البريطاني في الأربعينات من القرن العشرين. طبعا الثلاثينات من القرن العشرين انتهت بثورة عظيمة جدا، لكن للأسف الشديد هذه الثورة انتهت دون أن يحصل أبناء الشعب الفلسطيني على حقوقهم، لكنها جعلت البريطانيين يعتقدون أنه لا توجد إمكانية لتسليم هذا البلد للصهاينة، وإنما هنالك فلسطينيون عرب موجودون فوق هذه الأرض قادرون على الدفاع عن حقوقهم. لذلك برزت فكرة تقسيم فلسطين بين العرب وبين اليهود. صحيح أنها فكرة مخادعة، من قبل الاحتلال البريطاني. هو يريد أن يسلم الصهاينة جزء من فلسطين، لكنه لا يريد قيام دولة حقيقية لأبناء الشعب الفلسطيني. وكان واضح هذا الكلام عندما حللنا نصوص الكتاب الأبيض عام 1939. تحدث الاحتلال عن دولة فلسطينية، ولكن مضمون الكتاب الأبيض أكل كل ما يمكن أن يحمل اسم دولة من معنى. الآن الكتاب الأبيض اللي صدر تحدث عن حاجتين: عن تقنين نقل الأراضي لليهود، وأيضا عن تقنين دخول المهاجرين إلى فلسطين. أرادت الحكومة البريطانية، حكومة الاحتلال البريطاني، أن تنفذ هذه السياسة فيما يتعلق بالهجرة والأراضي، وأصدرت أنظمة وقوانين لتنظيم انتقال ملكية الأراضي. في بعض الأراضي تم حظر، أو في بعض المناطق تم حظر انتقال الأراضي لغير العرب، في بعضها الآخر تم حظر انتقال الأراضي يعني في البعض الآخر حظر إلا بموافقة المندوب السامي، وفي الثالثة لا قيود على بيع الأراضي. يعني في أراضي تنباع، في مناطق تنباع الأراضي زي ما كان، في مناطق ممنوع بيعها إلا للعرب، وفي مناطق بموافقة المندوب السامي لازم يتم. وطبعا لما نقول بموافقة المندوب السامي معنى ذلك يعني بيع انه يعني البيع راح يكون متاح بشكل كثير كبير. اما الهجرة فقد اعترضت بريطانيا على بعض البواخر التي تهرب اليهود مثل أتلانتيك وباتريا. قام اليهود بعدها بتفجير البواخر بالذات باتريا، وأغلقوا باخرة أخرى. الهدف من هذه الأعمال كان إحراج بريطانيا. كيف يعني بهم يحرجوا بريطانيا؟ في جاي بواخر على فلسطين فيها يهود، عارفين أن بريطانيا لن تستقبل هذه البواخر فأغرقوها. إحنا نقول إحراج بريطانيا. كيف إحراج بريطانيا؟ أنتم عارفين أنه في الحرب العالمية الثانية هتلر قام بملاحقة اليهود، قتل أعداد كبيرة من اليهود، فبدأ اليهود يهربون. بريطانيا، وطبعا نعرف فرنسا جزء كبير منها كان محتل من قبل الألمان، مظبوط ولا لا؟ كثير يروحوا بريطانيا. بريطانيا لا تريد استقبال اليهود، أمريكا لا تريد استقبال اليهود أيضا. طب هم يريدوا أن يأتوا إلى فلسطين، فعندما يقوم الاحتلال البريطاني بمنع دخولهم، طيب خلينا نعمل مشكلة كثير كبيرة حتى يشعر الرأي العام البريطاني. إما أن تدخلونا إلى بريطانيا أو أن تسمحوا بإدخالنا إلى فلسطين. هذا كان لسان حال الحركة الصهيونية عندما أغرقت هذه البواخر. وقامت المنظمات الصهيونية بعمليات ضد البريطانيين، خاصة منظمة شتيرن. بتعرف أنه في منظمة الهجنة، صح؟ دي أكبر منظمة عسكرية صهيونية، لكن انشق عنها عام 1930 منظمة اسمها الإرجون أو إتسل.
هذه ليش انشقت عن الهجنة؟ إنها كانوا على قناعة إنه الهجنة لا تستخدم العنف الكافي ضد العرب، ولا تستخدم أيضا العنف الكافي ضد بريطانيا لكي تجبرها على تسهيل لكي تجبرها على تسهيل قدوم المزيد من المهاجرين. عام 1940 انشق عن الإرجون منظمة أخرى اسمها شتيرن، على اسم مؤسسها أبراهام شتيرن، ولا اسم ثاني ليحي أيضا. وهذه نفس الشغلة، تعتقد أنه الإرجون لا تستخدم القدر الكافي من العنف ضد مين؟ ضد العرب وضد بريطانيا أيضا، ونفذوا عمليات ضد الفلسطينيين وضد القوات البريطانية وضد الموظفين البريطانيين، إنهم كانوا يعتقدوا أنهم أو أنه يجب أن يسمح لهم بإدخال المزيد من المهاجرين واستقدام يعني وجلب أسلحة وما إلى ذلك. طبعا الكتاب الأبيض تضمن إعداد دستور فلسطيني، لكن بريطانيا لم تفعل شيء على هذا الصعيد، ونزعت سلاح العرب وحلت منظماتهم العسكرية كما حالت دون عودة زعمائهم، لأنه إحنا قلنا أنه كل قيادات اللجنة العربية العليا تم إبعادهم، في بعضهم أبعد والبعض الآخر هرب خشية الاعتقال، حالت دون عودتهم رغم أنه الناس استجاب. ألقيت التركيز الصهيوني بينتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ليش بالكم؟ حكينا عنه إحنا قبل هيك المحاضرة اللي فاتت. التركيز الصهيوني بينتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية. لا، هي من القرن 18 الولايات المتحدة الأمريكية. تركز في إيش؟ وهي اللي تهتم في الموضوع؟ لأنه كانت بريطانيا ما عرفت مرة ترسل لجان بعد الحرب العالمية. طب هل هذا كان يعني ذكاء وشطارة في البريطانيين في الصهاينة، أم أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي أرادت ذلك؟ أمريكا في البعض بيخيل بيصور إنه الصهاينة هدول شاطرين بيحركوا كل حاجة بالريموت كنترول، أول جابوا بريطانيا تخدمهم بعدين غيروا جابوا أمريكا. لا، القصة إنه الأمريكان هم الذين بادروا للتواصل مع الصهاينة وفتحوا أبواب أمريكا لمين؟ للصهاينة. ليش؟ إنه في قوة صاعدة جديدة اسمها الاتحاد السوفيتي، قوة صاعدة جديدة على مستوى العالم اسمها الاتحاد السوفيتي، وفي تنافس، بريطانيا بتضعف ومش قادرة توازن بين الضغط العربي والضغط الصهيوني. فالآن ربما إن الحركة الصهيونية تلجأ للتحالف مع مين؟ مع الاتحاد السوفيتي. طب ليش الحركة الصهيونية تتحالف مع الاتحاد السوفيتي؟ لأنه أغلب قادة الحركة الصهيونية في فلسطين، الهجرة، موجة الهجرة الثانية من 1914 جاءوا من روسيا، وأغلبهم كانوا من خلفيات اشتراكية، يعني كانوا أعضاء في التنظيمات الاشتراكية زي اللي بيقودوا روسيا اليوم، في علاقات مسبقة. فكان في خشية أنه أن تؤدي هذه الخلفية لتعاون بين الطرفين، وأن تصبح الحركة الصهيونية موطئ قدم للاتحاد السوفيتي في منطقة في المنطقة العربية. نقول نستخدم مصطلح الشرق الأوسط، ممكن نستخدمه بس بنضل استخدامنا إله نقدي. ليش؟ لأنه مصطلح الشرق الأوسط لا يناسبنا، صح؟ هو في غير مصلحتنا مصطلح الشرق الأوسط، إنه مصطلح استخدم لتذويب هوية المنطقة. هذه منطقة عربية، ليش بيقولوا عنها شرق أوسط؟ حتى يدرجوا إسرائيل ضمنها، تصير جزء من المنطقة. إضافة لأنه أمريكا اللي سنت هذا المصطلح قبل قيام إسرائيل كانت يعني بتقسم العالم بناء، هي موجودة هان في شرق أدنى وفي شرق أقصى وفي شرق، وكأنه هي مركز العالم، في نوع من العنصرية الأمريكية. لا، العالم في شرق وفي غرب، في شمال وفي جنوب، أنا مش في شرق أقصى وشرق أدنى وشرق، لأنه هذا كله نسبة لمين؟ لأمريكا اللي عملت حالها مركز العالم وقسمت العالم بالنسبة لها. إذن أمريكا هي التي احتضنت الحركة الصهيونية،
لأنها أدركت أن بريطانيا لم تعد قادرة على فعل ذلك بسبب الضعف الذي أصابها وعدم قدرتها على تحقيق التوازن، وخشية من أن يحدث تحالف بين الحركة الصهيونية والاتحاد السوفيتي. طبعا ولا ننسى سبب رئيسي آخر، أن الولايات المتحدة المذهب الديني في الولايات المتحدة هو المذهب البروتستانتي. هذا المذهب البروتستانتي هو أساس فكرة إعادة بين قوسين اليهود إلى فلسطين. بريطانيا بحكم مصالحها في المنطقة العربية كانت تضطر إلى الموازنة ولو ظاهريا بين العرب والصهاينة، مثل إعلان الكتاب الأبيض عام 1939. لهذا لجأ الصهاينة للاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن لماذا وافقت أمريكا على تبني الحركة الصهيونية؟ في المذهب البروتستانتي كمان أمريكا في هذه المرحلة ترث قيادة الإمبريالية الغربية. إيش يعني الإمبريالية؟ يعني الاستعمار. الإمبريالية يعني الاستعمار. ثلاثة، أمريكا تخشى سيطرة الاتحاد السوفيتي على الحركة الصهيونية التي تبنى الفكر الاشتراكي، وعقدت الحركة الصهيونية مؤتمر بلتيمور. بلتيمور اسم فندق. عقدت مؤتمر بلتيمور عام 1942 في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا المؤتمر، الصهاينة قرروا في هذا المؤتمر إقامة دولة اليهود مباشرة بحيث تكون جزء من العالم الديمقراطي، في نبرة قوية. دولة يهودية مباشرة الآن، شعروا بدعم، شعروا بنفس، فرفعوا من مطالبهم. رفض الكتاب الأبيض، إطلاق الهجرة اليهودية، إنشاء جيش يهودي والاعتراف به. يعني مطالبهم صارت وين؟ فوق. بشكل كثير كبير، لأنهم شعروا بوجود دعم، ودعم كبير إلهم من الولايات المتحدة. أصبحت الأحزاب والدول خاصة بريطانيا وأمريكا يتنافسون من منهم يتبنى ويدعم المشروع الصهيوني بشكل أكبر. إذن مع نهايات الحرب العالمية الثانية بدأت الظروف تحديدا في بريطانيا وأمريكا أكثر ملائمة لإقامة وطن قومي لليهود. لكن بريطانيا رسميا لم تكن قادرة على أن تخطو الخطوة الكبرى أو الرئيسية في هذا المجال بسبب حاجتها ولو لإحداث توازن ظاهري بين العرب وبين بين الفلسطينيين وبين الصهاينة. لكن في بريطانيا نفسها تغيرت الحكومات، فالحزب اللي بيكون معارض يزايد على الحزب الحاكم بأنه بده هجرة أكثر، بده مساعدة أكثر للصهاينة، بده نقل أراضي أكثر للصهاينة، بده يعني مساعدة في إقامة الدولة، بشكل أفضل. ونفس الشغلة أمريكا صارت بتزايد على بريطانيا وتطالبها بفتح باب الهجرة وبعمل دولة للصهاينة بشكل كبير جدا. لقيت الصهاينة، قلنا بدأت بريطانيا. إيش يعني تنفيذ سياسة الكتاب الأبيض؟ موضوع نقل الأراضي لملكية اليهود. سكر الباب الله لو سمحت. قلنا أن سياسة الكتاب الأبيض تعني، أبو حمزة لو سكر الباب بيعملوا دوشة برا البنات، وأنا وقفنا شوية تو تسجيل.
نعم وقفنا شوي تسجيل. شفت مسكر باب وجهك يطلع الدكتور حسن. طبعا في دوشه كثير عملوها. قلنا ان سياسه الكتاب الابيض تعني تقنين عمليه نقل الاراء، ملكيه الاراضي للصهاينه، وتعني ايضا تقنين الهجره، تقنين الهجره او تقليصها الى حد الى حد ما. في موضوع الدستور ما عملتش بريطانيا ولا اي حاجه، لان هذا في موضوع الهجره والاراضي الحركه الصهيونيه ما عجبهاش. ف ايش اللي صار؟ استفاد الصهاينه الحرب العالميه الثانيه، حيث شاركوا في الحرب من خلال الفيلق او اللواء اليهودي الى جانب الحلفاء. ايش اللي بيكونوا استفادوا من الفيلق او اللواء اليهودي؟ خبره الحرب، خبره القتال. عرفوا كل الأسلحة الجديدة والخطط الجديدة، وبالذات في موضوع المتفجرات وموضوع زراعة الألغام وما إلى ذلك. وتلقى أعضاء الفرق العسكرية اليهودية تدريبات على أيدي ضباط أجانب، ووظفت الوكالة اليهودية أموال ضخمة لهذا الغرض. إذن خبرة القتال. الصهاينة أعلن أنهم سيقوم بثورة يهودية لإلغاء ما أحدثته الثورة العربية. المقصود الكتاب الأبيض، اعتبروا الكتاب الأبيض مكسب كبير للعرب للفلسطينيين. ففي عام 1944 أطلقوا النار على سيارة المندوب السامي السير ماك مايكل وزوجته، وأقصى ما فعلته بريطانيا فرض غرامة 500 جنيه على المستعمر التي آوت العصابة. لا اعتقلت العصابة اللي أطلقت النار على المندوب السامي ولا شيء، مجرد غرامة. طبعا ممكن أن تدفع الغرامة بسهولة. في هذه الأثناء حزب العمل البريطاني دعا العرب للتخلي عن قضية فلسطين، ثم دعا إلى خروج العرب منها ودخول اليهود لها إلى فلسطين. وقامت عصابة شتيرن بإرسال اثنين من أعضائها لاغتيال وزير دولة بريطاني مقيم في الشرق، مقيم في الشرق. في غضون ذلك أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي قرار يدعو الانتداب لفتح أبواب الهجرة أمام اليهود وإقامة دولة لليهود. روزفلت الرئيس الأمريكي أكد للملك عبد العزيز آل سعود ملك السعودية أن بلاده لن تفعل شيئاً قبل تشاور مع العرب واليهود. دائماً إحنا ناس زاهدين بنقبل أي وعود من الأجنبي، بقولنا خلص ولا يهمكم، إحنا مش هنعمل إلا ما يرضيكم، إحنا بنقبل وبننبسط وبنعطيه الفرصة الكافية من أجل أن يعني أن ينفذ الوعد طبعا. وكل هذه الوعود لا يجري تنفيذها على الإطلاق. إذن سياستهم كانت استفادوا من الحرب، عملوا أسلحة كويس، بدأوا يهاجموا البريطانيين عسكريا على الأرض، وبدأوا يستفيدوا من علاقاتهم الخارجية سواء داخل الساحة البريطانية أو داخل الولايات المتحدة الأمريكية لفرض مزيد من الضغط على بريطانيا من أجل السماح بمزيد من المهاجرين، السماح بمزيد من انتقال الأراضي، السماح بمزيد من إقامة التشكيلات العسكرية وإعطائها التراخيص. الآن في هذه الأثناء بعد الخمس خلصت الحرب العالمية الأولى، تم تأسيس جامعة الدول العربية، وبدأت جامعة الدول العربية تتابع القضية الفلسطينية. طبعا فيش بعد ولا أحسن من متابعة جامعة الدول العربية للقضية الفلسطينية. هل هو أحسن ظلنا لحالنا ولا العرب يتدخلوا لمصلحتنا؟ لحالنا أشرف. ان يتدخل العرب لصالحنا افضل. لا لا، الناس خربان اللي دير للعرب. لا لا يعني هاي خصوصا فيلم حكايه ثوره كثير مبين ان العرب كثير ما كانوش معنا، هم اللي خذلونا يعني اكثر من حربهم السبب، يعني بحرب ال 48 من 67 خصوصا يعني هم سبب هزيمتنا كان. لا لا احنا العرب العرب يعني قدموا ما استطاعوا
لكن للأسف الشديد، للأسف الشديد يعني الجهود الرسمية على المستويات الشعبية، العرب قدموا وقلوبهم مع فلسطين، ولو فتحت حدود فلسطين في 36 عندما فتحت حدود فلسطين جاء الثوار وقاتلوا، في 48 جاء المتطوعون وقاتلوا. المشكلة أن المواقف الرسمية دائما تخذل، المواقف الرسمية تكون أقل من المطلوب، خلينا نقول بتكون غير متكافئة مع حجم التحدي المفروض. عام 45 تم تشكيل جامعة الدول العربية من مصر والأردن والعراق، السعودية، سوريا، لبنان، اليمن، مع فتح الباب لبقية الدول الاشتراك عندما تستقل في لامها. بالنسبة لفلسطين، مجلس الجامعة العربية كان يعين مندوب عن فلسطين لحين استقلالها. فلسطين بالذات في مندوب عنها، في مش مستقلة لكن في مندوب. بس المندوب فلسطيني؟ طبعا. أصدر مجلس الجامعة قرار بمقاطعة البضائع الصهيونية. هاي مش عاجبكم هاي مقاطعة البضائع الصهيونية. الرئيس الأمريكي ترومان طلب من رئيس وزراء بريطانيا أتلي فتح أبواب فلسطين للهجرة. يعني في عنا جامعة الدول العربية تشكلت، في بيئة دولية تعطي وعود للعرب إنه مش حيصير إشي، لكن على أرض الواقع عمليا تحث، بالذات أمريكا تحث بريطانيا على إدخال مزيد من المهاجرين. الدول العربية احتجت وذكرت بمواقف روزفلت للملك عبد العزيز آل سعود. قالوا طب روزفلت قال إنه مش حيصير إشي إلا اللي يريح العرب وبالتشاور معهم، مع العرب ومع اليهود. فرد وزير خارجية أمريكا بيرنس بأن بلاده ستراعي وعود روزفلت. تقلبوش تخافوش، أمريكا ستراعي هذه الوعود. وعود مين؟ وعود الرئيس الأمريكي روزفلت. لكن ضغط ترومان اللي هو الرئيس الأمريكي اللي إجا بعد روزفلت أخذ يشتد، وبيفن وزير خارجية بريطانيا أدلى بتصريح في 23/11/45 قال فيه أن دولته تتفهم معاناة اليهود جراء النازية، لكن فلسطين لا تحتمل وحدها حل مشكلة اليهود. إذا أمريكا بتضغط على بريطانيا، أمريكا بتقول العرب حنتشاور إحنا وياكم، مش حيصير إشي في غير مصلحتكم، لكنها في نفس الوقت تضغط على بريطانيا بأن تفتح أبواب الهجرة. بريطانيا مش قادرة تعمل أكثر من اللي هي بتعمله. فبيفن قال إنه في بنتعاطف مع اليهود، لكن المشكلة الفلسطينيين بيقدروش يتحملوها لحال. وقال بيفن أن بريطانيا ملتزمة بالتوفيق بين اليهود والعرب، لأن اليهود لهم مؤازريهم والفلسطينيون أيضا لهم مؤازريهم الذين يمتدون حتى الهند. بدها توازن بين الطرفين. لكن وعشان هيك بريطانيا بدها تورط أمريكا في الموضوع. طيب يا أمريكا أنت مش مصدقة أنه إحنا مش قادرين؟ تعالي معانا. وشكلوا لجنة أنجلو أمريكية، يعني إنجليزية أمريكية، لفحص الأوضاع، لفحص الأوضاع. بيفن اقترح تشكيل لجنة أمريكية لإعادة النظر في قضية فلسطين، تدرس الأحوال العامة في فلسطين ومقدرتها على استيعاب اليهود وأحوال اليهود في أوروبا الذين يرغبون في الهجرة بسبب الاضطهاد وتقديم التوصيات. قالوا تعالوا مع بعض نشوف ما الذي يمكن فعله، ما الذي يمكن فعله. إيش اللجنة طلعت؟ فكركم بعد اللجنة الأمريكان راح يكونوا أكثر تحمساً ولا أقل تحمساً واستعجالاً في مسألة إقامة الدولة اليهودية على أرض فلسطين؟ خلينا نشوف. طبعاً بيفن عشان يرضي أمريكا أعلن التراجع عن الكتاب الأبيض، ودعا الدول العربية لإبداء رأيها بشأن هجرة اليهود. قال تعالوا الكل خليه يرضي، يا أمريكا ويا عرب، وخلينا نشوف إيش بيطلع من ورطة الكل وتدخل الكل في إيجاد
حل. العرب ردوا بأن انتصار الديمقراطية في الحرب سيحل مشاكل اليهود في بلدانهم الأصلية، يعني انتصار الغرب الديمقراطي راح يؤدي إلى حل مشكلات اليهود، حيصيروا مواطنين عاديين في البلدان اللي هم موجودين فيها، وبالتالي لا حاجة لأن يعودوا بن قوسين إلى فلسطين. بعد ذلك أعيد تشكيل الهيئة العربية العليا بمساع من جامعة الدول العربية. اللجنة العربية العليا اللي كانت ما تبقى من أعضائها طبعاً بقيادة الحاج أمين الحسيني، تم إعادة تشكيلهم من جديد، وتم تسميتهم الهيئة العربية العليا. دعت لعقد مؤتمر عربي في فلسطين، وأصدرت بياناً تعارض فيه الهجرة بشكل قاطع، وأعربت عن عدم ارتياحها من إصدار اللجنة الأنجلو أمريكية، وأنه ليس من حق أحد التدخل. ترومان واصل تأييده للهجرة، معتبرا أن هذا استمرار لسياسة بلاده المؤيدة لوعد بلفور، إضافة إلى تأييده للموقف الإنساني الذي يؤمن بحق اليهود المضطهدين في أوروبا أن يبحثوا عن ملجأ لهم، حتى لو كان هذا الملجأ وين؟ في فلسطين. يعني بحق لهم وين مكان يروحوا ويبحثوا عن ملجأ لهم. مجلس جامعة الدول العربية أرسل مذكرة لأمريكا يحذر من خطورة الصهيونية، لكن تم إرسال لجنة الأنجلو أمريكية بال 46. أعضاؤها من المحايدين أو من الناس المؤيدين للقضية الفلسطينية، أعضاؤها من غلاة أنصار الصهيونية. قبل إنهاء اللجنة عملها الكونغرس الأمريكي طالب بفتح أبواب الهجرة أمام اليهود للتأثير. يعني أمريكا في ذلك الوقت كانت متحمسة جدا، تريد أن تساعد الحركة الصهيونية على إقامة الدولة، إقامة الوطن القومي. المندوب السامي أعلن استمرار الهجرة بصورة مؤقتة. ردة الفعل العربي إضراب في فلسطين والعالم العربي، وقررت الدول العربية والهيئة العربية العليا الاتصال باللجنة لتوضيح الموقف ولأغراض الدعاية أيضا. يعني أمريكا ضغطها على بريطانيا، عماله قاعد بيوتر الوضع وبجيب نتيجة لصالح الهجرة، زيادة الهجرة الصهيونية إلى فلسطين، بالذات أنه في أعداد يهود كبيرة راغبة في أن تخرج من أوروبا، والدول الأوروبية معنية أن تخرج هؤلاء اليهود كمان. الدول الأوروبية معنية أن تخرج اليهود منها، بدهاش يستقبلهم، بالذات يهود شرق أوروبا، وحتى اليهود اللي عاشوا في معسكرات الاعتقال، في من نجا من معسكرات الاعتقال في ألمانيا. بدأت اللجنة الأنجلو أمريكية عملها من واشنطن. طلعوا كيف الشطارة في عملية لما بيجيك حدا بده يدرس أوضاعك، قول حد جاء على الجامعة الإسلامية مثلا يشوف قيم الأضرار مثلا اللي صارت في مبنى الإدارة. دائما اللي بيجي يزورك لازم أنت تستقبله بطريقة ليس فقط لكي تقنعه عقليا بمظلوميتك وبحقك، ولما حتى ترسخ في وجدانه مسألة التضامن معك، مش مجرد يقنع أنه أنت والله أتضررت والضرر كلفته 500 دينار ولا 1000 دينار ولا هالمبلغ اللي موجود، وأنه اقتنع وثبت له بالدلائل وبالأرقام، لا، بدك ترسخ في وجدانه مسألة التضامن معك، لأنه إذا تضامن معك سيساعدك. الصهاينة مش شاطرين في المسألة هذه، ولا شاطرين ولا مش شاطرين الصهاينة؟ زارت أوروبا، طلعت على أوضاع اليهود المضطهدين هناك، ودوهم على معسكرات الاعتقال. هو يعني بالفعل النازية اضطهدت اليهود، لم تضطهدهم وحدهم، اضطهدت كثيرين، لكن هي اضطهدتهم. هم تاجروا بالدماء، تاجروا بالضحايا، صحيح الحركة الصهيونية لا علاقة لنا بكل ما جرى لهم، ويجب أن نتحمل مسؤولية ما جرى لهم، لكن من الميز بين أنه حصل لهم حصل، زي ما حصل لغيرهم، زي ما حصل لغيرهم من الأوروبيين الذين تعرضوا لظلم واضطهاد النازية.
ثم زارت الدول العربية وهي جاية مشحونة معنويا بإيش؟ بأنه في ناس بيعانوا عن صحيح في أوروبا، واستمعت للرؤساء. طبعا الرؤساء يجيدوا التعبير عن يعني معاناة الشعوب والفعاليات العربية والفعاليات الشعبية، ثم عادت إلى لوزان وكتبت تقريرها. تقرير اللجنة أوصت بأنه 100,000 مهاجر خلال عام يروحوا يهودي، 100,000 مهاجر. بعدين قالوا اليهود لن يسيطروا على العرب، والعرب لن يسيطروا على اليهود. فلسطين لن تكون دولة يهودية أو عربية. قالوا بدنا حكم ذاتي يحمي الديانات الثلاث، ولا يجوز للدستور أن يجعل الكلمة العليا للأكثرية العددية. هي الأكثرية، هي الأكثرية إيش إيش هي؟ هل قلت أي انتخابات بالدنيا أو الديمقراطية هي أكثرية إيش؟ هي أكثرية عدد بني أدمين، صح؟ لكن طبعا هدول شاطرين، يعني لما تجي انتخابات ابو حمزه اكمل بدي انا بس اخلص هال نعم طيب اذا الاكثريه بقول لك انه بدناش نعمل شيء يجعل الكلمه العليا للاكثريه العدديه. طب هي الاكثريه ايش بتكون بايش؟ أنا مش عارف إنه في أكثرية إلا أكثرية عددية. بالرأي الصحيح ممكن يكون. نعم. بالرأي السائد أو الصحيح. كيف بدنا نقيس الرأي الصحيح والرأي السائد؟ كيف بدنا نعرفه؟ مين اللي بده يحدده؟ هم عندما لجأوا إلى الأكثرية العددية كحكم وفيصل في موضوع الانتخابات لأنهم وجدوا إنه أفضل طريقة، لكن هي الغرب، الغرب لما بتجيب ما هو شوف حتى في روما، ديمقراطية روما أخذتوا أنتوا عن ديمقراطية روما، ديمقراطية للسادة مش للعبيد، العبيد برا الموضوع. والغرب كمان الحالي الديمقراطية عنده للسادة، فبالتالي الأكثرية العربية لا يحق لها أن تملي إرادتها أو أن تتحقق إرادتها في دولة وفي كيان، لأن هذه أكثرية من العبيد وليست أكثرية من البشر، هذا في نظر الغرب. فبالتالي ولو كانوا الفلسطينيين أكثرية لا يحق لهم أن يفرضوا إرادتهم، لا يحق لهم أن يفرضوا. هذه وجهة نظر الغرب. وقالوا إبقاء الانتداب حتى تنتهي الشحناء بين اليهود والعرب، وقالوا إلغاء نظام الانتقال الأراضي تبع عام 1940 لأنه متحيز ضد اليهود. وأشار التقرير إلى أن الفلسطينيين يطمحون للاستقلال الفوري، وأن المسلمين والمسيحيين متضامنين في مواقفهم. التقرير انتم ملاحظين انه ما قالتش بدنا دوله لليهود. امريكا اجت على الارض وجدت انه الصهاينه غير قادرين، غير مؤهلين، لكن بدها تزيد قدرتهم وقوتهم، ابعثوا 100,000 بس مش هنمكن، مش هنعمل نظام حكم ديمقراطي يسمح للاغلبيه العربيه، لا بدنا حكم ذاتي يحمي الديانات الثلاث، وبدنا نلغي نظام انتقال الأراضي. يعني جاء اللجنة الأنجلو أمريكية عندما جاءت أدرك الأمريكان أن وضع الصهاينة لا يسمح لهم، لا يمكنهم من إقامة دولة الآن وتحمل تبعات ذلك. عشان قالوا بدنا حكم ذاتي، وبدنا الانتداب يتمدد، وبدنا مزيد من الهجرة لا اليهود، وبدنا ننهي مسألة تحجيم أو تقليص أو تقنين انتقال الأراضي الذي حدث عام 1940. في المحاضرة القادمة إن شاء الله بنكمل.